نبدأ وإياكم بشأن الفلسطيني، حيث طالب محتجون فلسطينيون خلال فعاليات المهرجان الوطني الرابع لرفض مخططات الضم والتطويع، طالبوا بتراجع الإمارات عن اتفاق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت وصول المشاركين إلى المهرجان الذي أقيم في بلدة ترمسيعة في رام الله، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. اجتمعت قيادات فتح وحماس في الميدان، وغابت قواعدهما الشعبية الحقيقية عن أول لقاء بين أكبر فصيلين اتفقا على الوحدة لمواجهة التطبيع الإماراتي وخطة الضم الإسرائيلية. نحن اليوم عمليا على الأرض نقوم بفعاليات مشتركة متناسين كل الخلافات، لأن أمامنا ما هو أهم. رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الوزراء الماليزي تحدثوا في هذه الوقفة عبر رسائل مسجلة، أكدوا فيها وقوف بلادهم مع الفلسطينيين. مهرجان أريد له أن يكون حاشدا، إلا أنه كان أقرب لوقفة سياسية شارك فيها قادة الفصائل وسياسيون محليون ودوليون. إن مقولة عدو عدوي صديقي لا يمكن أن تكون بمقياس الوطنية والعروبة والدين مبررا للتحالف مع شيطان الاحتلال. على بعد مئات الأمتار من موقع الاحتجاج السياسي، تمركزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت مؤقتا مدخل بلدة ترمسعية التي أقيمت بها الوقفة، ودارت مناوشات مع بعض الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا لإلقاء الحجارة بعد انتهاء الاجتماع السياسي. إعادة ترتيب التحالفات الداخلية هو ما تسعى إليه السلطة الفلسطينية للرد على التطبيع الإماراتي وخطة الضم الإسرائيلية. تغيير داخلي قد يمتد لإعادة ترتيب التحالفات الخارجية أيضا. عميد شحادة، العربي، رام الله. هذا في رام الله. وفي غزة أيضا شارك المئات في مسيرة وسط القطاع رفضا لاتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي. حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها التطبيع خيانة، في إشارة إلى خطوة الإمارات التطبيعية. غزة تعلي صوتها ضد التطبيع. ابن زايد يا وضيع، ابن زايد يا وضيع، لا للتطبيع. العلم الفلسطيني في المسيرة تقدم على رايات الفصائل باختلاف توجهاتها، وما فرقته السياسة جمعه الوطن. حماس وفتح يقولون إنهم متفقون ضد ما وصفوها بالمؤامرة على القضية الفلسطينية. نحن متوافقون ومتوحدون مع كل الفصائل، حماس وفتح والجهاد والشعبية والديمقراطية وكل الكل الوطني وكل مكونات شعبنا في كل مكان، متوافقون على مواجهة صفقة العصر وخطة الضم ومسلسل التطبيع الهابط. مئات المشاركين في المسيرة جابوا شوارع غزة، المدينة التي لم تهدأ منذ أيام، ومعها لم تتوقف تهديدات الاحتلال بضربها. نحن لا نريد أن نذهب بشعبنا إلى حرب، لكن إذا فرضت الحرب فإن المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان صهيوني. المتظاهرون يقولون إنهم يفرقون جيدا بين الموقف الشعبي والرسمي الإماراتي تجاه قضيتهم. لا بعني الشعب الإماراتي، أنا بعني الحكومة الإماراتية. نحن نستنكر ما قامت به من تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي هو عدو لنا والأمة العربية شاملة. ترتكز الفصائل والقوى في غزة على رفض الشارع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وعلى هذا الموقف يعول الشارع الفلسطيني. حراك الشارع أسلوب الفلسطينيين اليوم للتعبير عن خشيتهم من أن تعزز موجة التطبيع العربية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، خشية تتزامن مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضربة عسكرية قاسية للقطاع قد تكون بغطاء عربي هذه المرة. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. قال مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دكتور عزمي بشارة، قال إن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي يمثل إعلانا عن تحالف قائم بين الدولتين. أضاف بشارة في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي إن التحالف الإسرائيلي الإماراتي يقوم على تصورات مشتركة للمنطقة ورفض لأي تحول ديمقراطي فيها. لكن التحالف أعتقد ناجم عن تصورات مشتركة للمنطقة، يعني رفض التغييرات في المنطقة،
التوجه القاطع ضد أي تحول ديمقراطي. طبعا هذا زاد بشكل خاص بعد 2011، بعد عام 2011. أضاف بشارة أن التحالف الإسرائيلي الإماراتي لن يهمش أو يضر بالقضية الفلسطينية في حسب، بل أنه تحالف ضد الشعوب العربية وتطلعاتها للتغيير. أنا أعتقد بالأساس هو ضد الشعوب العربية، لأنه هو معادي لكل حركة تغيير وديمقراطية وإصلاح في العالم العربي. ملكيات يعادون حتى الإصلاح في الملكيات، إذا انفتحت قليلا على نوع من البرلمانات أو كذا يعادون حتى ذلك، ومن هنا بعض سوء التفاهم مع المغرب. يعادون أيضا أي تغير في الجمهوريات، الجمهوريات يجب أن تكون عسكرية. كما واعتبر بشارة أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يمثل انتصارا للرؤية التاريخية لليمين الإسرائيلي المتمثلة في سيادة منطق القوة ومبدأ السلام مقابل السلام مع الدول العربية. هي ليس فقط انتصار لإسرائيل على مستوى السلام مقابل السلام، انتصار لوجهة نظر اليمين الإسرائيلي التاريخية ضد أي أحد في المستقبل يأتي ويقول يجب أن نقدم تنازلات للعرب مقابل السلام. ولذلك هذه النقطة خطيرة للغاية، لأنها تكريس لسياسات القوة. هذا قلت عن صفقة القرن، صفقة القرن كلها كل منطقها الذي تمخض عنه هذا السلام. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلية جابي أشكنازي تواصل مع 5 وزراء خارجية عرب بشأن اتفاق التطبيع، من بينهم وزيراء الخارجية الإماراتي والعماني، فيما لم يكشفوا عن أسماء البقية. ويواصل رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين محادثاته في الإمارات. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إنه من المقرر أن يزور العاصمة البحرينية المنامة لإجراء مباحثات عقب الانتهاء من زيارته إلى الإمارات. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة ترحب بالجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة ومنع ضم الأراضي الفلسطينية. أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة برلين التزام الرياض بالسلام على أساس خطة السلام العربية. تظل المملكة العربية السعودية ملتزمة بالسلام كخيار استراتيجي مبنيا على خطة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. نقدر جميع الجهود الإيجابية التي تهدف إلى تحقيق السلام، واعتبار أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب لضم الأراضي الفلسطينية أو بناء المستوطنات غير شرعية تهدد آفاق الحل السلمي الدائم. سنفصل أكثر في الموقف السعودي. لينضم إلينا الآن من إسطنبول صلاح القادري الباحث الجزائري. تحياتي أستاذ صلاح. هل ما سمعناه من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كأول رد فعل للسعودية عن اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية يعبر بشكل كاف واف وجازم عن موقف الرياض الحقيقي؟ أظن أنه لا يعبر عن موقف الرياض الحقيقي، بل هو ذر للرماد في العيون، وهو أصلا ليس ردا على أو رد فعل على الاتفاقية التطبيع الذي سميت باتفاقية سلام، لأنه لا يوجد صراع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي. الوزير السعودي قال فقط بأنهم يدعمون السلام وبأنهم ملتزمون بمبادرة السلام، لكن لا توجد أي إدانة للاتفاق الذي وقعته الإمارات مع الكيان الإسرائيلي والذي هو يهدد مبادرة السلام العربية. بالإضافة إلى أنه لا يتكلم كذلك عن كل الإجراءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي وتقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الآخرين لضرب مبادرة السلام العربية. صلاح لنفصل أكثر، يعني عندما تقول السعودية أنها ملتزمة بخطة السلام العربية وعليها ستعتمد، يعني ألا يكفي هذا؟ كما أنها يعني عبر فيصل بن فرحان تحدثت عن ما سمته تصرفات إسرائيل حادية الجانب كإضرار لعملية السلام، يعني كان هناك نقد لإسرائيل. القضية بدأت، يجب أن نكون واضحين، أنه قبل الربيع العربي كان هناك اشتراط سعودي لأي علاقات إقامة أي علاقات سلام مع إسرائيل هو الالتزام بمبادرة السلام العربية وإعطاء حقوق الفلسطينيين كما تنص عليها مبادرة السلام العربية. بعد الربيع العربي تغير الموقف منذ سنة 2011، حيث قادت السعودية والإمارات ثورات مضادة بالتعاون مع إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وأحد البنود التي استرطتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
الأمريكية خصوصا بعد وصول دونالد ترامب على محمد بن سلمان للوصول إلى حكم المملكة العربية السعودية كان ماذا؟ كان هو تصفية القضية الفلسطينية. السعوديون هم جزء من تصفية القضية الفلسطينية التي سميت بقضية بصفقة القرن، ورؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان جزء منها هو التطبيع الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي. والكل يعرف من النقاط مع ما تحدث به ضابط CIA السابق عندما قال أنه عملية التطبيع هذه التي بدأت مع الإمارات الهدف الحقيقي منها السعودية، ولكن أشار إلى أنه الملك سلمان هو العائق لأنه سيبقى متمثكا بثوابت القضية الفلسطينية. هل توافق على هذه الجزئية؟ الكل يعرف قد يكون الموقف الشخصي للملك سلمان على أنه لا يوافق على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في المرحلة القادمة، حتى لا تكتب عليه تاريخيا على أنه الملك السعودي الأول الذي طبع مع الكيان الإسرائيلي. لكن الكل يعرف على أن دوائر صناعة القرار يتحكم فيها شخص واحد هو ولي العهد محمد بن سلمان، والكل يعرف العلاقات الموجودة بين جارد كوشنر صهر دونالد ترامب والذي هو العراب الأول لتصفية القضية الفلسطينية والذي قاد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة من نقل السفارة من كذلك بقطع المعونات عن منظمة أونروا ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعن غزة كذلك. كل هذه الإجراءات التي قامت بها أمريكا من جارد كوشنر حليفه الأكبر هو محمد بن سلمان. العلاقات الأنظمة التجسس الإلكترونية التي يتجسس بها محمد بن سلمان على معارضيه هي أنظمة تجسس إسرائيلية. الكثير من العقود في مدينة الملك عبد الله هي لصالح شركات إسرائيلية. الآن الإسرائيليون يستطيعون حتى الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بغير جرد. أستاذ صلاح، ما الذي يجري حاليا؟ يعني بتصريح فيصل بن فرحان تمسك ب يعني خطة السلام العربية، إذا سلمنا أنه كما تقول حضرتك أنه يعني هناك موافقة وهناك كثيرون يرون أنه الإمارات والسعودية على توافق في هذا السياق، ما الذي تكسبه الآن السعودية بعدم الإعلان، خاصة أن نتنياهو قال أنه سيتم استخدام الأجواء السعودية للطائرات التي ستمر من تل أبيب إلى أبو ظبي؟ هل السعودية تفاوض أم تكسب وقت أم تؤجل قليلا الإعلان؟ ما رأيك؟ الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والنظام محمد بن سلمان هو مجرد ذبح الوقت وذر الرماد في العيون، لأن المرحلة الحالية والمشاكل التي يعيشها داخليا المشاكل الاقتصادية وكذلك المشاكل السياسية والتوترات الموجودة داخل العائلة المالكة، هذه التوترات وهذه المشاكل الداخلية لا تسمح بمحمد بن سلمان أن يعلن مباشرة تطبيعه مع الكيان الإسرائيلي، رغم أن التقارير واللقاءات والتعاقدات الاقتصادية وكذلك التوافق كذلك في مشروع القضية الفلسطينية، والكل يذكر تصريح محمد بن سلمان الذي يقول فيه على الفلسطينيين أن يقبل بشيء الذي نطلبه منهم إذا أرادوا حقيقة السلام، هو يريد أن تقبلوا ولتسكتوا. هذه العبارة الذي كان يقال على الفلسطينيين يجب أن يسكتوا، هذا الموقف الحقيقي للمملكة العربية السعودية، وهذا الخطاب وهذا التصريح ما هو إلا ذرل الرماد في العيون وكذلك ربح للوقت وكذلك لعدم استثارة الرأي العام الداخلي، لأن محمد بن سلمان يعيش مشاكل داخلية حقيقية. أشكرك جزيل الشكر من اسطنبول صلاح القادري الباحث السياسي.